رعاية ذوي الإعاقة واجب على كل مواطن، كان هذا جانبا من حديث الرئيس السيسي قبل أيام، موجها الحكومة والبرلمان إلى خصم مبلغ صغير من كل موظف حكومي لصالح صندوق جديد يخصص لدعم ذوي الإعاقة. كاميرا بتوقيت مصر سألت بعض المواطنين عن رأيهم بهذه الفكرة. وبهذا التقرير مشاهدينا ننهي حلقتنا لهذا اليوم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله. الرئيس السيسي وعلى عينه وراس المعوقين، وكلنا نقف جنبهم ونساعدهم. بس طب ما عاوز تساعد، ما تساعد انت كدولة، ولا اللي عنده مقدرة يساعد. الموظفين مش لاقيين ياكلوا من يوم 20، مش بنقول اللي مش لاقيين ياكلوا مش بيشتكوا، لا ده من قبل السيسي ومن قبل ما تتخلق الدنيا، من ساعة الموظفين ما انشأت حاجة اسمها موظفين، وهم يوم 20 بيشحتوا. اللي عاوز يدي يدي بمزاجه، انما انت ما تساعدهم كدوله. هو احنا هنساعد بتوع النور وبتوع الميه وبتوع الفول وبتوع ايه وبتوع ايه وبتوع ايه؟ ما تساعد المعوقين. امال فين فين دخل الدوله، وفين بلدنا الخير اللي فيها؟ وهي حاجه كويسه بالنسبه للناس المعاقين، لو الناس ذوي الاحتياجات الخاصه ما لهمش اي مصدر رزق. يعني راجل مثلا رجله مقطوعه هيجيب منين، وعنده بيت وعنده عيال؟ حقه على الدوله وحقه على الناس كلها ان هو يبقى فيه شيء من المساعده ليه. يعني بالنسبه للظروف اللي احنا بنعيش فيها، طبعا احنا ناس لما هو بنعرف نتحرك وعايشين بالعافيه، ما بالك بقى لما يكون واحد فقد عضو، فقد بصره، فقد رجله، ايده، اي شيء كان، ليه حق طبعا على الدولة وعلى الناس كلها ان هو يبقى ليه راتب شهري، عارف ان هو بيجي له كذا اخر الشهر. انا لسه خارجة على المعاش وبقول له كتر الف خيرك، خد المعاش كله للمعاقين، بس هتأكدني وتجيب لي علاج وتكسي ولادي وتدفع ايجار البيت اللي انا ساكنة فيه. ان كان هيقبل بحاجه زي كده ياخد المعاش كله. اذا كنا احنا مش عارفين نجيب علاج وبنيجي مستشفيات نتلطع فيها لغايه الساعه 6 عشان نعرف نجيب العلاج، عايز ياخد معاشي او جزء من معاشي، قول له حرام عليك، قول له حرام عليك. الرئيس بيتكلم بجد ولا كان بيضحك مع اعضاء الحفل الكرام؟ الرئيس كان يعني بيتكلم يعني صريح يعني، ولا كان بيتكلم بيطلب بجد يعني؟ ما معلش، لا انا بسال بقى، ما انا بسال يعني عشان الكلام ده، لو الكلام بجد يعني يبقى الرئيس مش عايش معانا في مصر. الرئيس عايش في دولة دي غير مصر، مكان تاني غير البلد اللي احنا عايشين فيه، هو عايش في كون وفي دولة غير الدولة اللي احنا عايشين فيها يعني.